طيب هسه regulation. الآن راح نتحدث عن regulation of enzyme activity. The regulation of the reaction velocity of enzymes is essential if an organism is to coordinate its numerous metabolic processes. احنا عندنا مثلا كمثال يعني عندنا الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوليسيس. الجلوكونيوجينيسيس لازم اني اسوي لها ريجوليشن. اني مثلا في حاله اني ما عندي ستارفيشن ما احتاج الجلوكونيوجينيسيس، ما احتاج انه الجلوكونيوجينيسيس تصير، ما احتاجها، فاسوي لها ريجوليشن انه اقلل، اسوي لها سبريشن يعني اقلل عملها، ما اخلي الجلوكونيوجينيسيس تصير. بينما في حاله مثلا انه اني احتاج الجلوكوز، احتاج الطاقه، فاسوي جلايكوليسيس بهذا الحال، اسوي جلايكوليسيس لان انا احتاج الطاقه، فلازم اكو اشياء انه تخليني يعني قادر على ان اسوي جلايكوليسيس. ففي حاله انا احتاجت جلايكوليسيس لازم اسوي جلايكوليسيس، في حاله ما احتاجت الجلايكوليسيس لازم ما اسوي جلايكوليسيس، فلازم اكو طريقه اتحكم بيها بالباثوي، اتحكم انه تصير جلايكوليسيس ولا ما تصير، اريد اسوي ما اريد ما اسوي. شلون اتحكم بهذا الشيء؟ عن طريق الانزيم. شلون اتحكم بالانزيم؟ راح نشوف. The rates of most enzymes are responsive to changes in substrate concentration because the intracellular level of many substrates is in a range of the km. يعني أغلبية الـ concentration of substrate بالتفاعلات داخل الخلايا تكون بحدود الـ KM، يعني يا أكثر شوية من الـ KM يا أقل شوية من الـ KM، بما معناته أنه أني راح أقدر أتحكم بالتفاعل، راح أقدر أسوي له regulation بالتفاعل أو بالتفاعلات من خلال أربع طرق. الطريقة الأولى هي تركيز السبستريت، الكونستريشن اوف سبستريت. من خلال تركيز السبستريت راح اقدر اتحكم بهذا التفاعل اوكي. احيانا انه طبعا السبستريت كونستريشن مو انا اللي اتحكم بها، مثلا بوجود كميه عاليه من الجلوكوز بالدم راح يصير الجلايكوليسيس، راح يزداد الجلايكوليسيس، او ممكن يعني يزداد الباثوي اللي يسوي الجلايكوجين، يعني ممكن يزداد السينثيسيس اوف جلايكوجين بسبب ارتفاع مستوى الجلوكوز بالدم. فهنا الجلوكوز هو سبستريت للانزيمز مال الجلايكوليسيس او الجلايكوجين سينثيسيس، هو عباره عن شنو؟ عباره عن سبستريت، فارتفاعه يعني زياده هذني الباثويز، بينما انخفاض حدوث ذني الباثويز، انخفاض التفاعلات مال الجلايكوليسيس مثلا بهذا المعنى. فالكونستريشن هو اللي يتحكم. طيب الحالة الثانية انه in addition some enzymes with specialized regulatory functions response to allosteric effectors. يعني الحالة الثانية ادي قلت اول حالة اسوي بها regulation عن طريق الـ substrate concentration، الحالة الثانية انه عن طريق شنو؟ عن طريق الـ allosteric effectors. يعني اكو انزيمز يكون عندها allosteric sites. احنا تحدثنا عن الالاستيريك افكتورز بالفصل مولكيولر بروتين لما تحدثنا عن الهيموغلوبين، ففهمنا شنو معنات الالاستيريك افكتورز، ولكن هنا راح نتحدث فيها باعتبار الانزيم، يعني اخذ من نظر الاعتبار انه نتحدث عن الانزيم، راح نتحدث عن الالاستيريك افكتورز مال الانزيمز. اوكي، فالحالة الثانية اللي اسوي ريجوليشن بيها هو الالاستيريك افكتورز. الحالة الثالثة هو الكوفالنت موديفيكيشن، يعني اسوي موديفيكيشن لهذا الانزيم عن طريق الكوفالنت بوند، وهي بما معناته عن طريق اضافة او ازالة الفوسفيت جروب. طيب or they show alters rates of enzyme synthesis or degradation when physiological conditions are changed. يعني بما معناته انه الطريقة الرابعة حتى اسوي regulation هي عن طريق ال degradation or synthesis of enzyme. يعني بالglycolysis انا عندي الفوسفو افكتو كاينيز اللي هو الكوميتد
اللي يسوي الانزيم المسؤول عن الكوميتد ستيب اوف glycolysis. اذا اني اريد اسوي glycolysis اني محتاج اسوي glycolysis هوايه، فازيد السينثيسيس مال هذا مال الانزيم مال الفركتو مال الفوسفوفركتوكينيز، او انه مثلا اني ما محتاج اسوي glycolysis هوايه فاسوي degradation لهذا الانزيم او اقلل السينثيسيس مالته. بالنهايه تحكمت بهذا الباثوي او تحكمت بهذا التفاعل وتحكمت بالنهاية بهذا الباثوي. فكملخص اني الريجوليشن مال الانزيم تتم عن طريق اربع طرق، يا عن طريق السبستريت كونستريشن اتحكم بالتفاعل عن طريق تركيز السبستريت، او الحالة الثانية عن طريق الالستريك افكتورز، او ان عن طريق الكوفالنت موديفيكيشن انه اسوي فوسفوريليشن او ديفوسفوريليشن يعني اضيف فوسفيت او ازيل فوسفيت. الحالة الرابعة هو عن طريق الانزيم سينثيسيس او الانزيم ديجريديشن، يعني يا اسوي سينثيسيس الانزيم يا ازيد كمية الانزيمز يا اقلل كمية الانزيمز. بهذه الحالة يتم التحكم بوظيفة الانزيم. الحالة regulation of allosteric enzymes. أول نقطة راح نتحدث عن الالستيريزم. الالستيريزم the binding of a ligand. ligand نعرف شنو، إنه هو مكان أو شيء يرتبط بشيء ثاني. فالligand هو الشيء اللي يرتبط بهذا الشيء الثاني. or substrate مثل حالة إنه substrate والإنزيم. substrate يمثل الligand. اما الانزيم يمثل السبستريت يمثل اللايجند يعني، والانزيم هو المكان اللي يرتبط بهذا اللايجند اللي يمكن نسميه ريسبتور لهذا اللايجند او لهذا السبستريت. طيب فهسه يعني المهم انه الالستيريزم the binding of substrate or ligand at one site in a multi subunit بروتين. طبعا المالتي سبيونت بروتين قصدنا بها مثل الهيموغلوبين. الهيموغلوبين عنده الاستيريك بروبرتيز، عنده الاستيريزم، يصير بالالستيريزم، فهو يكون مالتي سبيونت يعني يكون من اكثر من سبيونت بهذا المعنى، يعني اكثر من بوليبيبتايد واحده. That influences the subsequent binding of or ligand substrates to other subunits. يعني أنا وجود أكو عندي الالستيريزم هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن خاصية للإنزيم، لنوع من الإنزيم. هذين الإنزيم نسميهن allosteric enzymes، أدهن خاصية الالستيريزم. شنو معنات الالستيريزم؟ يعني معناته وجود موقع لارتباط ligand، لارتباط مولكيول معينة. ممكن تكون هذا الموقع هو substrate نفسه، ولكن هذا الموقع يختلف عن الactive site. يعني اكو عندي active بالallosteric enzyme، عندي active site وعندي مكان ثاني اسميه allosteric sites. هذا allosteric sites استخدمه حتى انظم ارتباط substrate بالاكتف سايت. شلون يتم هذا الشيء؟ يعني اني مثلا اجيب في المولكيول معينه اخليها ترتبط بالالستر او اخليها تقعد بمكان الالستر سايت، يعني تجي ترتبط بالالستر سايت، فيا يقل يا يقل قدره السبستريت على الارتباط بالانزيم، او تزيد قدره السبستريت على الارتباط بالانزيم. فبهاي الطريقة تحكمت بالإنزيم. طيب activity هنا عندي allosteric enzymes are regulated by molecules called effectors. ذني الإنزيمز أو ذني الليجند أو substrate اللي يرتبطن بالactive site اللي يرتبطن بالallosteric site أسميهن effectors. Also called modifiers that bind non-covalently at a site other than the active site. يعني هنا يرتبطن بطريقة non-covalent على الالستيريك sites. طيب these enzymes are usually composed of multi-subunits and the regulatory allosteric sites that binds the effector may be located
on a subunit that is not itself catalytic. يعني احنا اخذنا فكرة السبيونت. مثلا ايضا بالرايبوزوم، الرايبوزوم عنده 2 subunit. Large subunit و small subunit. ايضا عندي مثلا الهيموغلوبين عنده 4 subunit. فاحيانا يكون الالستيريك سايدز موجود على subunit غير السبيونت الأساسية، غير السبيونت الأساسية. السبيونت الأساسية يكون بها الأكتف سايت، أما السبيونت الثانية اللي يكون موجود بها الألستريك سايت، فممكن يرتبط الليجند أو يرتبط الإفكتر على على السبيونت اللي تكون بها الألستريك سايت، فتغير تغير يتغير من ارتباط السبستريت بالإنزيم، يا تزيد يا تقلل بهذا المعنى. طيب عندنا هسه the presence of an allosteric effector can either be can alter the affinity of the enzyme for its substrate or modify the maximum catalytic activity of the enzyme or both. يعني بما معناته ان وجود الانهبيتر ممكن يغير الافينيتي مال الانزيم لهذا السبستريت، يسوي تغيير لهذا للافينيتي، يعني ممكن يزيد الافينيتي او يقلل الافينيتي. يعني وجود الالستريك افكتر على الالستريك سايت ممكن يزيد الافينيتي. مثلا وجود الاكسجين على الهيم انتراكشن، فراح نتحدث بعد شوي عن هاي النقطه اكثر، ولكن وجود الهيم هيم انتراكشن طبعا احنا تحدثنا عنها سابقا، ولكن راح نتحدث عنها بطريقه نوصل نفهم، نعطيها كمثال، راح يكون مثال نتعمق شوي به حتى نفهم. فالهيم هيم انتراكشن انه الاكسجين يجي يرتبط ب واحد من الهيموجروب، فيزيد الافينيتي مال الهيموجلوب الثانية للأكسجين، ونفس الوقت يزيد الثالثة وتزداد الرابعة. فنلاحظ انه الافينيتي مال السبيونت الثالثة، الافينيتي مال الهيموجلوبين جروب الرابعة، سوري الرابعة مو الثالثة، الرابعة اقوى من الافينيتي مال الهيموجلوبين الاولى، الهيموجلوب الاولى للأكسجين ب 300 مرة. اوكي بهذا المعنى. طيب بعد شنو يقول or modify the maximal catalytic activity of the enzyme. يعني ممكن يغير الماكسيمال اكتيفيتي، يعني ممكن يغير فعالية الانزيم، يعني يا يغير الافينيتي يا يغير فعالية الانزيم. اوكي بهذا المعنى، يعني يغير الافينيتي يعني يقوم الانزيم بعد ما يحب الجسم السبستريت، او العكس يزداد حبه للسبستريت، او ممكن يغير الاكتيفيتي مال هذا الانزيم بطريقه مختلفه، انه ممكن يخلي هذا الانزيم سرعته جدا بطيئه او يزيد سرعته، وهكذا. الالستريك افكتورز الى تاثيرات كثيره مثل ما قلت راح نفهمها بالفارماكولوجي اكثر. طيب الـ effectors that inhibit enzyme activity are termed negative effectors, whereas those that increase enzyme activity are called positive effectors. Allosteric enzymes، قبل لا نقرأ هاي النقطة لأن هاي النقطة الزرقاء خليها على جنب، ولكن الفكرة إنه أنا عندي positive effector وعندي negative effector. طبعا الـ negative effector تزيد من الاكتيفيتي مال هذا الانزيم، اما النيجاتيف افكتورز تقلل من الاكتيفيتي مال هذا الانزيم. خلاص نقطة انتهى. طيب الستيريك انزيمز فريكوينتلي كاتالايز ذا كوميتد ستيب ايرلي ان ا باثوي. طبعا الستيريك انزيمز وين موجودات؟ وين اني القى الستيريك انزيمز؟ غالبا القى الستيريك انزيمز بالكوميتد ستيب. من هي الكوميتد ستيبس؟ من مثل احنا مو قلنا الجلايكولوسيس هو عبارة عن 10 تفاعلات، التفاعل الثالث هو يمثل الكوميتد ستيب مال الجلايكولوسيس.
التفاعل الثالث اللي هو يتم عن طريق الفوسفوفركتوكاينيز اللي يحول لي الفركتوز 6 فوسفيت الى فركتوز 1.6 بس فوسفيت، يعني يحول لي من فوسفيت الى بس فوسفيت، يعني من احادي الفوسفيت الى ثنائي الفوسفيت. هذا نسميه الكوميتد ستيب اوف جلايكوليسيس. هنا هذا الفوسفو فركتوكينيز هو عبارة عن الستيريك انزيمز. فالقصد هنا شنو؟ ان الستيريك انزيمز موقعها ومكانها وين موجودات؟ موجودات بالكوميتد ستيب، يعني الستيريك انزيمز او الانزيمز المسؤولات عن الكوميتد ستيب بكل التفاعلات بكل الباثويز الموجودة بالجسم هي عبارة عن الستيريك انزيمز. ليش؟ حتى اقدر اتحكم بيها عن طريق الالستيريزم، حتى اقدر اتحكم بيها عن طريق الالستيريزم، لانه هن مثلا الكوميتد ستيب، يعني من اتحكم بذني التفاعلات وكأنه تحكمت بالباثوي كله، مو كأنه هو اساسا تحكمت بالباثوي كله. فطبعا هذا يعني سلايد صراحة زيادة، يعني فقط حتى يوضح الالستيريزم او الالاستيريك افكتورز. انه نلاحظ انه هنا هذا الاحمر يمثل الالاستيريك سايتس، وهذا الازرق هذا الاخضر، يعني هذا المكان يمثل الاكتيف سايت وهذا يمثل الالاستيريك سايت. فيجي هذا السبستريت يرتبط هنا، هاي بالحالة الطبيعية. من يجي اكو افكتور سواء كان نيجاتيف انهبيتر ولا بوزيتيف انهبيتر اللي هو هذا الاحمر، يجي يرتبط بهذا الالستيريك افكتورز، راح يقلل من فعالية من الاكتيفيتي مال هذا الانزيم. ممكن يكون مو انهبيتر، ممكن يكون اكتيفيتر، فيزيد من فعالية هذا الانزيم، ممكن يزيد من فعاليته، يزيد من سرعته، يزيد من الافينيتي مالته للسبستريت، الى تاثيرات كثيره. طيب هسه عندنا حالتين. الحاله الاولى الهومو تروبيك افكتورز. الهومو تروبيك افكتورز شنو قصدنا بها؟ معناتها انه السبستريت نفسه، when the substrate itself serves as an effector، يعني اني اكو حاله السبستريت نفسه ممكن يرتبط بالالستيريك انزيم بالالستيريك سايتس. يعني نرجع شويه لورا، عندنا هذا السبستريت وهذا الانهبيتر، ممكن اكو انزيم معين. شنو هذا الانزيم؟ هذا الانزيم انه هذا السبستريت ممكن يرتبط بالالستيريك سايتس. فغالبا اذا كان التفاعل او اذا كان الانزيم هو عبارة عن هوموتروبيك، يعني معناته شنو؟ معناته السبستريت ممكن يشتغل كالستيريك افكتر، فذني يكون الالستيريك افكتر طبعا يكون تأثيره ايجابي بحيث يزيد من نشاط التفاعل. فرح ناخذ مثال يوضح لي هذا الفكرة شنو. فالهوموتروبيك افكترز هن السبستريت نفسه. طيب most often an allosteric substrate functions as a positive effector، يعني دائما او غالبا most often غالبا تكون تشتغل ك positive effector. In such a case the presence of substrate molecule at one side of the enzyme enhances the catalytic properties of the other substrate binding sites. Thus their binding sites exhibit cooperativity. يعني خل نرجع شوية بالذاكرة اللي ورا للهيم هيم interactions. نلاحظ انه شنو؟ مثل ما حكيت قبل شوية انه انا عندي الهيموغلوبين هو عبارة مكون من 4 subunits. بكل subunit انا عندي هيموجروب، كل هيموجروب ترتبط بمولكيول وحدة من الاكسجين. فاذا ارتبطت الهيموجروب الاولى بالسبيونت الاولى بالاكسجين، ايش راح تسبب هاي السبيونت الاولى؟ راح تاثر على السبيونت الثانيه ببوزيتيف افكشن. بوزيتيف افكشن يعني معناته شنو؟ يعني معناته راح تزيد من الافينيتي مال السبيونت الثانيه للاكسجين.
اوكي للاكسجين، وايضا الثانيه راح تزيد الاولى والثانيه اثنيناتهن راح يزيدن الافينيتي مال السب يونت الثالثه للاكسجين، والاولى والثانيه والثالثه راح يزيدن الافينيتي مال السب يونت الرابعه للاكسجين. فبالنهايه نلاحظ عند السب يونت الرابعه الافينيتي مالتها للاكسجين اعلى من الاولى ب 300 مره، ب 300 مره، يعني زادت مقدرتها على الارتباط بالانزيم على الارتباط بالاكسجين بكميه كبيره. اوكي هاي الحاله نسميها كوبرتيفيتي، كوبرتيفيتي او نسميها انه او نسميها بوزيتيف افكتور اوف سبستريت، بوزيتيف افكشن اوف سبستريت، واللي تعني انه هنا نفسه هو الاكسجين اللي هو يمثل السبستريتر اشتغل كبوزيتيف افكتور. اوكي بهذا المعنى. طيب these enzymes show a sigmoidal curve when reaction velocity is plotted against substrate concentration. This contrasts the hyperbolic curve a characteristic of enzymes following Michaud's Menten kinetics. يعني انه طبعا صفة الالستيريك انزيمز بشكل عام هنا عبارة عن شنو؟ هنا عبارة عن الستيريك عبارة عن سيجمويدال شيب، وقلنا انه المشياز منتن كاينتكس يعني الالستيريك انزيمز ما يتبع عن المشياز منتن اكويجنز كاينتكس. المشياز منتن كاينتكس خاصة فقط بالهايبربوليك، خاصة فقط بالهايبربوليك. طيب the concept of cooperative of substrate binding is analogous to the binding of oxygen to hemoglobin. تحدثت عن هاي النقطة قبل شوية. هنا عندنا الهيتروتروبيك positive and negative effectors of allosteric enzymes can affect either Vmax or Km. يعني ممكن تزيد الأفينيتي، ممكن تقلل الأفينيتي مال السبستريت، يعني لها تأثير كثير على سواء كان الأفينيتي ولا السرعة على الأفينيتي أو على Vmax، على Km ولا على Vmax لها تأثير مختلف على حسب الحالة. أوكي بهذا المعنى. فقلنا انه هاي الاشياء نفهمها اكثر بعدين بالفارماكولوجي. الان احنا ناخذ الافكار الاساسية، لانه احنا ايضا يعني بالمقابل انه الفارماكولوجي تعمق اكثر، ولكن البايوكيمستري لازم تعطيني التريجر، لازم تعطيني البيسكس حتى اقدر افهم الفارماكولوجي. طيب الهيتروتروبيك افكتورز ببساطة انه هنا كان عندي منو الهيتروتروبيك افكتورز، الهوموتروبيك افكتورز سوري، هن عباره عن السبستريت، هنا مو السبستريت غير شيء. مثلا انه هنا كان الاكسجين هو نفسه بالنسبه للهيموغلوبين، الاكسجين هو نفسه هو السبستريت، وهو بنفس الوقت هو الافكتور. هنا الاكسجين بهاي الحاله هو السبستريت، والافكتر هو 2.3 بي بي جي ان هيموغلوبين. طبعا يعني ممكن اللي قاعد اشرحها والامثله اللي قاعد اعطيها ما راح يفهمها الاشخاص اللي ما شافوا الجلوبولر بروتين، فاني قاعد امشي بالمحاضرات بطريقه متسلسله، يعني بدءا من اول يوم شرحت بليبين كود اللي هو كان عن الامينو اسيد، اول محاضره كانت عن الامينو اسيد، وانتهاء انا بهاي راح تكون هي اخر محاضره لحد الان. فقاعد اتسلسل بالمعلومه، ماكو يعني ما قاعد مو كل محاضره هي منفصله، لا عباره عن تسلسل بالمعلومات، يعني عباره عن محاضرات قاعد اعطيها بصيغه سلسله. اوكي مثل المحاضرات اللي موجوده بالمدرسه ومثل المحاضرات الموجوده بالجامعه، انه تسلسل بالافكار مو محاضرات منفصله. طيب فال 2.3 بي بي جي راح يعتبر نيجاتيف افكتور على الافينيتي مال الهيموغلوبين للاكسجين، وبالنهايه ال 2.3 بي بي جي راح يعتبر هو الهيتروتروبيك افكتورز. طبعا هاي ايضا اعتقد اني رجعت
اوكي لا ما رجعت، بس انه هنا قاعد ايضا ارجع اشير لنفس النقطه اللي انه هنا زادت يعني الفي ماكس، تاثير الفي ماكس. وهنا قاعد نلاحظ انه في حاله هنا بهذا التفاعل انه بالالستيريك انزيمز هنا ادي انا ثلاث تفاعلات. التفاعل الاول او هذا التفاعل الاسود هو عباره عن التفاعل يعني الطبيعي اللي ما بي لا قاعد يعني ما بي افكترز، وهذا الفي ماكس. نلاحظ انه بذني التفاعلات ثلاثتهن سواء كان اكتيفيتر ولا انهبيتر كلهن قاعد يعني التغيير قاعد يصير بالفي ماكس وكلهن الهن نفس الكي ام، بينما هنا العكس انه كل وحده من ادهن مثلا عندي هذا التفاعل هنا هذا الاخضر اللي هو مخلى اني اكتيفيتر يعني مطي بوزيتيف افكتر، نلاحظ انه زياده يعني هذا في حاله هذا يمثل الكومبتيتيف انهبيتر وهذا يمثل النون كومبتيتيف انهبيتر، او هذا الكومبتيتيف بشكل عام وهذا النون كومبتيتيف بشكل عام، لانه ممكن يكون اكتيفيتر ممكن يكون انهبيتر حسب. فنلاحظ انه بكلهن الفي ماكس وحده تبقى وحده ثابته، واللي يتغير هو الكي ام في حاله الكومبتيتيف. اما النون كومبتيتيف فنلاحظ انه الكي ام ثابته والفي ماكس كانت تتغير مع كل حاله، سواء كان بالاسود بعدم وجود لا انهبيتر ولا اكتيفيتر، او الازرق بوجود الاكتيفيتر اللي هو البوزيتيف افكتر، او الاحمر اللي هو بوجود النيجاتيف افكتر او الانهبيتر. طيب regulation of enzyme by covalent modification. Many enzymes may be regulated by covalent modification, most frequently by the addition or removal of phosphate groups for specific serine, threonine, or tyrosine residues of enzymes. A protein phosphorylation is recognized as one of the primary ways in which cellular processes are regulated. يعني كل هذا شنو معناته؟ معناته انه اني عندي regulation تصير عن طريق الكوفالنت موديفيكيشن. يعني شنو معناته؟ الكوفالنت موديفيكيشن تنحصر بفكرة انه اني اسوي فوسفوريليشن او اسوي دي فوسفوريليشن. فاغلب التفاعلات او كثير من التفاعلات، كثير جدا من التفاعلات الموجودة بالجسم يتم تنظيمها عن طريق الفوسفوريليشن والدي فوسفوريليشن. فكمثال لهذا الشيء اللي هو الفوسفوريليشن and dephosphorylation، فنلاحظ انه الفوسفوريليشن reactions are catalyzed by the family of enzymes called protein kinase. Protein kinase اللي هي عبارة عن انزيمات. البروتين كاينيز انزيمات تشتغل على الانزيمات، اكو هيجي شيء عادي يعني، لانه هنا أنا رح يعتبر الانزيم اللي انا اريد اسوي له موديفيكيشن، اللي اريد اسوي له فوسفوريليشن هو عبارة عن سبستريت، والانزيم اللي يسوي فوسفوريليشن او ديفوسفوريليشن هو عبارة عن الانزيم نفسه. ففي حالة البروتين كاينيز يسوون فوسفوريليشن. شنو معنات فوسفوريليشن؟ يعني معناته يضيفا مجموعة فوسفيت جروب على الانزيم. فنلاحظ هنا بهاي الحالة انه هاي ATP، طبعا يستخدم ال ATP a protein kinase that use adenosine triphosphate as a phosphate donor. فهنا نلاحظ انه هذا البروتين كاينيز اللي هو انزيم راح يستخدم ال ATP، ياخذ one phosphate group من ال ATP فيحوله الى ADP ويعطيها هاي الفوسفيت جروب، ال1 فوسفيت جروب راح ياخذها يعطيها للانزيم، فيحول الانزيم من حاله ما بي فوسفيت الى حاله فوسفوريليتد انزيم. اوكي يعني راح يرتبط بمجموعه فوسفيت. هذا البروتين سمي كاينيز. أما الحالة الثانية اللي هي الفوسفيت جروب are cleaved from phosphorylated enzymes by the action of phosphorylation phosphoprotein phosphatase. الphosphatase أو الphosphoprotein phosphatase اللي هو عبارة عن enzyme أو عبارة عن بروتين enzyme يعني بروتين يحول لي الفوسفوريليتد انزيم اللي يحتوي على الفوسفيت جروب، ياخذها
ياخذها يشلق هاي يسوي لها كليفج ويعطيها المن يعطيها لل H2O فيحول للإنزيم من فوسفوريليتد يعني عنده فوسفيت جروب الى إنزيم ما عنده فوسفيت جروب وبنفس الوقت يحول لي من الماء هاي الحالة الطبيعية للماء يحوله الى هذا الحامض اللي هو حامض الفوسفيت او ما اعرف هذا حامض معين اوكي فيحوله من هنا لهنا انه يطيخ يعني ينتزع الانزيم ينتزع اللي هو الفوسفيتيز ينتزع الفوسفيت من هنا يطيها للماء فيحوله الى هنا بهذا المعنى فالحاله الفوسفيتيز ارجع اكرر الكاينيز يسوي فوسفوريليشن والفوسفيتيز يسوي دي فوسفوريليشن طيب هسا اكو حاله response of enzymes to phosphorylation depending on the specific enzyme the phosphorylation form may be more or less active than the unphosphorylated enzymes شنو معناتها معناتها يعني كمثال او قبل كمثال احنا عندنا مو معناته يعني من اقول اني فوسفوريليشن يعني فسفره فوسفوريليشن مو ضروري انه الانزيم اللي اسوي له فوسفوريليشن يصير له اكتيفيشن ممكن اسوي فوسفوريليشن لانزيم معين يصير له اكتيفيشن وممكن اسوي فوسفوريليشن لانزيم ثاني يصير له ان اكتيفيشن او انهيبيشن وبالنهايه من اسوي ان فوسفوريليشن لانزيم معين اوكي ممكن يصير له اكتيفيشن ومن اسوي انفوسفوريليشن لانزيم ثاني ممكن يصير له انهيبيشن اوكي بهذا المعنى يعني مو دائما انه الفوسفوريليشن تسوي اكتيفيشن ومو دائما انه الان فوسفوريليشن او الديفوسفوريليشن تسوي انهيبيشن لا ممكن الفوسفوريليشن تسوي انهيبيشن والديفوسفوريليشن تسوي اكتيفيشن فبهذا المعنى طيب For example, عندنا الفوسفوريليشن of glycogen phosphorylase. Glycogen phosphorylase هو عبارة عن انزيم that degrades glycogen. يعني يسبب degradation للglycogen نسميه glycogen phosphorylase. فمن أسوي له phosphorylation راح يصير increase بالactivity. ولكن عندي انزيم ثاني اللي هو لغلايكوجين سينثيز من اسوي له فوسفوريليشن ايش راح يصير بي ديكريز بالاكتيفيتي فهنا شنو نلاحظ ويرس ديفوسفوريليشن اذا سويت ديفوسفوريليشن للغلايكوجين فوسفوريليز ايش راح يصير له راح يصير له ديكريز اكتيفيتي بينما كانت الفوسفوريليشن تسبب له انكريز بالاكتيفيتي وايضا اذا سويت ديفوسفوريليشن للغلايكوجين سينثيز راح يصير له انكريز بالاكتيفيتي بينما كانت الفوسفوريليشن تسبب بي ديكريز بالاكتيفيتي طيب الموضوع الاخير اللي هو الاندكشن اند ريبريشن اوف enzyme synthesis the regulation mechanism اللي هي الحالة الرابعة من regulation of the enzyme طبعا هي مكتوبة هنا نسي ولكن الحالة الأولى اللي هي concentration of substrate ذكرناها بالبداية فهنا الانداكشن والريبريشن أو السبريشن معناتها شنو معناتها يا أزيد إنتاج الإنزيم فأزيد من التفاعل أزيد من سرعة التفاعل أزيد من إمكانية التفاعل أزيد من كمية حدوث أو من حدوث التفاعل أوكي هذا أسميه إنداكشن إنه أزيد من كمية الإنزيم أسوي سينثيسز للإنزيم أو أسوي ريبريشن أو سبريشن يعني معناته شنو معناته أسوي degradation للإنزيم أفتت الإنزيم أزيل الإنزيم حتى يقل التفاعل أو حالة ثانية إنه أني ما أسوي synthesis أساسا أوقف synthesis مثلا أكو إنزيم تستهلك أثناء التفاعل شلون تستهلك إنه يعني تشتغل هواية فيصير بيها خلل فيروح أكو system معين يزيل هاي الانزيم بحالة طبيعية يعني مو معناته انه خلال التفاعل راح تستهلك لا وانما تتعب بما معناته تتعب فيذبوها بالزبالة هذا المعنى يعني اتركها انه يذبوها بالزبالة وما اسوي سينثيسيس بعد فهاي الحالة اللي ممكن اسوي بها regulation او الحالتين however cells can also regulate the amount of enzymes present by altering the rate of enzyme degradation or more typically the rates of enzyme synthesis نفس الكلام اللي قلته قبل شوي طيب the increase of induction or decrease repression or suppression of enzyme synthesis leads to an alteration in the total population of active sites يعني
طبعا الإنزيم هو عبارة عن عامل مساعد. فإذا أنا أزيد كمية العوامل المساعدة، يعني أزيد كمية الإنزيم، أكيد راح تزداد سرعة التفاعل، والعكس صحيح. إذا أنا أقلل من كمية الإنزيمز الموجودة، كمية العمال المساعدين الموجودين، راح تقل سرعة التفاعل. هاي الفكرة من موضوع يعني regulation راح يصير بهاي الطريقة. طيب enzyme subject to regulation or synthesis are often those that are needed at only one stage of development or under selection physiological conditions. يعني مثلا عندي بالglycolysis، انا مو دائما احتاج اسوي glycolysis، فاحتاجيت اسوي synthesis للانزيمز مالته، ما احتاجيت اسوي degradation للانزيمز مالته. بينما اكو تفاعلات لا، لازم دائما تصير، اكو تفاعلات ما تتوقف بالجسم، دائما تصير، فذني ما اقدر اسوي regulation عن طريق الـ repression او الـ induction. وهسه نعرف ليش. فبشكل عام انه الـ induction والـ repression للانزيم يتم بالانزيم اللي انا ما احتاجهم بطريقة دائمة، ما احتاج وجودهم دائما. For example elevated الانسولين من يرتفع بالجسم، او سوري الجلوكوز اساسا من يرتفع بالجسم راح يفرز الانسولين. من يفرز الانسولين شو راح يصير؟ الانسولين cause an increase in the synthesis of enzymes. الانسولين من يزداد بالجسم بسبب زيادة الجلوكوز، الانسولين راح يسبب زيادة بانتاج الانزيمات المسؤولة على الجلوكوز ميتابوليزم، اللي هي مثلا الجلايكوليسيس. الجلايكوليسيس بها انزيمات معينة، ذات الانزيمات من يكون اكو افراز عالي للانسولين بالدم بسبب التركيز العالي من الجلوكوز بالدم، راح يسبب الانسولين زيادة بالسينثيسز لهذه الانزيمز مال الجلايكوليسيس. In contrast enzymes that are in constant use are usually not regulated by altering the rates of enzyme synthesis. يعني مثلا الانزيمز المسؤولة عن فد شيء معين، فد شيء مهم بالجسم، ما اقدر اوقفه ولا ثانية واحدة، فاكيد ذني يكون اكو انزيمز مسؤولة عنهن ما اقدر اسوي لهن degradation ولا اقدر اقلل من synthesis مالتهن. طيب هسا الحالة الأخيرة شو يقول؟ يقول alterations in هاي آخر فقرة، هذا آخر سلايد، alterations in enzyme levels as a result of induction or repression of protein synthesis are slow. يعني شنو معناته؟ قاعد يقول إنه يعني takes hours and day, two days. أوكي؟ يعني إذا أنا أريد أسوي regulation عن طريق الinduction أو الrepression أو suppression يعني suppression هنا في صار repression، إذا أريد أسوي regulation بهاي الطريقة راح ياخذ الموضوع من عندي أيام أو ساعات، ساعات أو أيام، هي مفروض أقول ساعات بالأول، ساعات أو أيام، راح ياخذ وقت طويل حتى أسوي regulation بهاي الطريقة. بينما compared with allosteric or covalent regulation change in enzyme activity which occur in seconds to minute. بينما من أريد أسوي تنظيم أو regulation عن طريق الالاستيرزم، عن طريق الالاستيريك افكتر، أو عن طريق الكوفالنت regulation، ممكن تأخذ ثواني أو دقائق حتى أسوي regulation، حتى أعدل الإنزيم، أعدل الإنزيم activity. فبما معناته أنه أنا إذا أكو في التفاعلات أحتاج أسوي لها immediate regulation فأكون عن طريق الالاستيريك أو الكوفالنت regulation. أما إذا لا، تفاعلات ما محتاج أني، مثلا الأدوية يمكن تحتاج إلى أيام أو ساعات، أوكي؟ فذني مثلا enzymes أني ما محتاج أسوي لهم يعني immediate regulation، فذني يتم عن طريق الانداكشن والrepression of